فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من المغرب يقول: أنا مدرس بالثانوي في المغرب، هل يجوز لي البقاء في هذا المنصب مدرسا للرجال والنساء مختلطين، مع العلم أني دخلت هذا الميدان بهدف الدعوة إلى الله ما استطعت وقطع الطريق على أهل الأهواء ومزاحمتهم؟ لا، ما دام فيه اختلاط ولا تشارك وتعين على الاختلاط، اترك عملا غير هذا، ابتعد عن الاختلاط والفتنة. نعم.